لما بنبقى في مشكلة بندور على أصحاب الخبرة اللي عندهم رؤية، اللي فكرهم متجدد ومتطور، اللي عينهم على المستقبل، عشان نسألهم. التعليم في مصر محتاج ثورة حقيقية. نحاورهم. الإرهاب يبدأ فكرة. نستفيد منهم. مصر مش مستحملة. نوصل معاهم وبيهم للطريق الصحيح، الطريق للمستقبل. اليوم في برنامج حوار اليوم، لقاءات حصرية مع أهم الشخصيات التي أثرت وأثرت في مصر، فقط وحصرياً على النهار اليوم.